بالظبط. اجي لك انت بقى في ماشي يلا بينا في الحاجات الخطيره يعني. ايه حكايه ابو جبل وايه حكايه محمد الشناوي وايه حكايه مصطفى شوبير؟ وهل مصطفى شوبير هو اللي تدخل ولا الشناوي اللي تدخل ولا محدش تدخل اصلا عشان صفقه محمد ابو جبل تبوظ؟ بص خليني هبدا لك بقى من القصه من البدايه خالص. بداية بعد إصابة محمد الشناوي في جلسة حصلت ما بين مفصل كولا وبين كابتن محمود الخطيب، وتم الاتفاق عليها إن أنا لازم يكون في تدعيم لحراسة المرمى، ودي الأول يعني من النوادر إن يبقى في اتفاق ما بين الجهاز الفني مفصل كولا وما بين لجنة التخطيط أو شركة الكورة على حاجة معينة، حاجة فنية. هم اتفقوا على كده إن لازم يكون في حارس موجود في يناير بعد إصابة محمد الشناوي. حطوا ثلاث ترتيب كده للحراس، حط محمد بسام، حط محمد أبو جبل، حط علي لطفي. الأول الاتجاه راح لمين؟ لمحمد بسام. المفاوضات مع اداره سيراميكا ما مشيتش بالشكل اللي النادي الاهلي كان عايزه، كابتن ايمن الرمادي في سيراميكا تمسك باستمرار محمد بسام، وبالتالي فشل صفقه محمد بسام. تم الاتجاه لعلي لطفي اللي هو رقم 3 قبل محمد ابو جبل. حصل اتفاق مع علي لطفي ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا في كلامهم على قصه علي لطفي، وتم الاتجاه لصفقه محمد ابو جبل. انهوا الاتفاق تماما مع اللاعب، انهوا الاتفاق تماما مع اداره نادي البنك الاهلي، واتفقوا على الفلوس وحصل كل حاجه في الصفقه وتمت. واللي هو اشرف نصار اعلن بشكل رسمي اعاره محمد ابو جبل الى النادي الاهلي لمده 6 شهور مقابل 7.5 مليون، وتعاقد مع احمد الزنفوري. وتعاقد مع احمد الزنفوري. القصه كلها ان ما علمته ان في اتصال جمع كابتن محمد الشناوي مع الكابتن محمود الخطيب، واتصال اخر جمع كابتن محمد الشناوي مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره، وتم الاتفاق فيها او ابلاغهم من قبل محمد الشناوي ان محمد ابو جبل ما يكونش موجود في النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه. بس اكيد ما اتكلمش بالصيغه دي، ما كانش بالصيغه دي، لكن أكيد هو يعني مش هيروح يقول الكابتن محمود الخطيب لا ما قالهمش كده طبعا، ده ما بيحصلش موجود في الفريق، ده ما بيحصلش في النادي الاهلي تمام. ولكن فيما معناه قال لهم ان هو وفقا لمصلحه الفريق ان يكون محمد ابو جبل مش موجود. ده الكلام، دي معلومه مؤكده. نصح يعني بالظبط، نصحهم قال لهم ان يكون من الافضل ان يكون ابو جبل مش موجود. ليه بقى؟ هو شايف ان هو اوضه اللبس مش يعني بص مش عايزين نخش في حته السلوكيات. بالعكس بالعكس، الناس عايز تفهم هل هي مشكله فنيه يعني محمد؟ لا مش فنيه، اصل الشناوي مش هيقيم ابو جبل لانه في الاخر الشناوي ده لعيب. لكن الشناوي كابتن فرقه، والنادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت كلها دايما بياخد راي كابتن الفرقه وكباتن الفرقه في بعض الامور، وتحديدا الخاصه بمستقبل الفريق. يعني مثلا كباتن النادي الاهلي سواء مثلا بقى الشناوي او قبلهم حسام غالي او قبلهم عماد متعب او الشريف اكرامي حتى لما كان موجود، كان بيتم الحصول على رايهم في القصه بتاعه لائحه الفرقه. كان مدير الفني او مدير الكوره بيقعد مع الكباتن ويتكلم معاه في حته اللائحه او حته الخصومات، وبياخد رايهم لان ده ممثل للفريق. تمام. هو حصل اتصال من الشناوي مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو، اكد ليهم ان هو هيكون من الافضل عدم التعاقد مع محمد ابو جبل. تمام. وقال لهم ان انا كان عندي عروض كتير، وان انا فضلت مصلحه الفرقه وجنبت مصلحتي الشخصيه في العروض اللي جات لي، وتحديدا من الشناوي وتحديدا من الدوري السعودي. فانا وجهه نظري ان هو ما يجيش، ولو هيجي ده الكلام ده اتقال انا ممكن نهايه الموسم اكون خارج النادي الاهلي. لا وهديك معلومه كمان، اكبر دليل ان الشناوي تدخل في عدم التعاقد مع محمد ابو جبل ان الناحيتين كانوا خلصانين، سواء البنك الاهلي او النادي الاهلي، ومفصل كله كان متمسك ان ابو جبل يجي. فما فيش نقطه في تبوظ الصفقه دي غير التدخل بتاع الشناوي. مصطفى شوبير بقى لا ملوش علاقه، ملوش علاقه، ملوش علاقه خالص. هل مصطفى شوبير زعل من تعاقد الاهلي مع حارس جديد؟ هو كان بيمني نفسه انه يكون هيكون موجود، لان احنا بنتكلم ان هو ده شوبير 24 سنه، وهي دي الفرصه اللي هو كان شوبير مستنيها. شوبير متصعب بقاله 4 سنين او 5 سنين، فلو انت مش واثق فيا مشيني. صح. اي لعيب في الدنيا بيفضل مستحمل في قطاع ناشئين لحد ما يتصعد، ويفضل بيبقى رقم 4 رقم 3 رقم 2. فانت دلوقتي لو انت ما عندكش ثقه فيا كنادي انت ممكن تمشيني. لكن فكره ان انا يبقى عندي اكتر من عرض وافضل مكمل وفي الاخر انت ما بتثقش فيا، او تقول ان انت موجود بس ممكن تبقى حارس ثاني او حارس ثالث. فهو شايف لا، انا من حقي ان انا اكون موجود، وخصوصا ان انت لما حطيتني في المواقف الصعبه انا اثبتت ده. يعني احنا مش بنتكلم كلام في الهواء، الراجل لعب نهائي افريقيا قدام 70,000، فانت محتاج ايه اكتر من كده تثبت ان ده حارس جدير ان يكون موجود في النادي الاهلي. حلو. علي لطفي بقى كان مشكلته ايه؟ علي لطفي المشكله ان هم اتفقوا معاه في حاجه ورجعوا فيها تاني وكان فيها كلام، لكن بالنسبه لنادي زد هو ما عندهمش مشكله، لان يعني في بروتوكول تعاون ما بين النادي الاهلي وبين نادي زد. فعلي ما فيش مشكله خالص. هل انضمام علي لطفي كان المفروض يبقى في المرتبه الثانيه بين الحراس ولا في المرتبه الاولى؟ ما هو على حسب، لو انت هتجيب علي لطفي موجود مع مصطفى شوبير هيبقى بقى بالتبادل، يعني اللي هو التدريبات هي اللي هتثبت بقى مين يبدا اساسي ومين يبقى موجود احتياطي. بس انا كان عندي معلومه ان علي لطفي كان رافض فكره انه يبقى الحارس الثاني، هو عايز يبقى الحارس الاول. ما انا هرجع اقول لك ان النادي الاهلي ما بيقدرش كده. يعني فكره اللعيب يجي يقول لهم مثلا وانتم بتتفاوضوا معايا انا هرجع العب، ده يعني ما بيحصلش في النادي الاهلي. انا فاهم، بس ما هو معلش انا دلوقتي انا هنا كلاعب في موضع قوه اللي هو ايه، انا موجود حارس اساسي في فرقتي، فهسالك
هو انت جايبني بديل ولا هتجيبني اساسي؟ هيقول لك لا انا جايبك بديل او روتيشن، يعني انت وشوبير هتلعب، هتبقى روتيشن مثلا. مثلا بالظبط. انا بقول لك انا مكان علي لطفي اهو، صحيح. فانا كعلي لطفي هختار، هقول لا طب خلاص انا مش عايز الف الدايره ديت، انا كده كده حارس اساسي في فرقتي. المعلومه اللي عندي ان علي ما رفضش ده. هو علي كان متضايق او زعلان من حته ان انت اتكلمت معايا واتفقت معايا وبعد كده رجعت في كلامك وبعد كده بدات تتكلم بسام تاني وبكلم سوباميكا تاني، فهي الدنيا دي هي اللي بوظت. انا في يعني اعتقادي برضو انه انا لما اطرح اسم ابو جبل جه في اعتقادي القصه اللي حصلت نادر السيد وعصام الحضري مره ثانيه، انه ممكن يكون ابو جبل يعني بقب لمصطفى شوبير في النادي الاهلي، انه مصطفى ياخد الفرصه ولكن يبقى في سبورت عنده خبره وراه، بحيث ان هو لو مؤكد حصل مؤكد ابو جبل ما كانش هيجي دك. انا بقول لك انه ده اللي جه في اعتقادي، لان انا شايف انه مصطفى شوبير يستحق دلوقتي انه ياخد الفرصه. صحيح. مصطفى شوبير في المباريات اللي لعبها، يعني احنا بنتكلم بحكم ان احنا بنشوف شفنا حراس مرمى كتير، كل واحد ليه ستايل مختلف. انا شايف ان مصطفى شوبير ليه ستايل مختلف جديد، عنده سرعه رد فعل، عنده شخصيه، عنده شخصيه، وده مهم جدا. من اول مباراه تحس فيه ان هو حارس عنده شخصيه، بيقدر يتعامل مع الضغوط، بيقدر يتعامل مع المباريات، عنده مهاره سواء بالتعامل بالكره باليد او بالقدم، الاثنين مميزين عنده. فانا شايف انه لازم ياخد الفرصه دلوقتي. في نقطه كمان يا كريم بقى، عشان ايه برضه في كلام اتقال على ان في خناقه حصلت ما بين ابو جابر ومين كهربا، وان هو حذف الكره في وشه في معسكر المنتخب. ده من الكلام اللي اتقال، وان كهربا بلغ النادي الاهلي وقال لهم ما يجيش. ده من الكلام اللي اتقال. يعني ده حصل مثلا، مش في جهاز فني في المنتخب وفي جهاز اداري؟ يعني لو ده حصل وقع مش هيتم فيه مثلا في بيان هيطلع او في غرامه هتطلع على لعيب مثلا؟ يعني لا، هو يعني بص، هو الطبيعي يحصل كده تمام، بس في الظروف اللي فيها منتخب مصر هو مش هيقدروا يطلعوا بيانات من النوعيه دي بس دلوقتي. بس كان الموضوع هيتسبب بدري، يعني لو كانت الوقعه دي حصلت كانت اتسببت بدري شويه. يعني ممكن او ممكن لا برضه. بس يعني لو في مشكله حصلت، انا ما هو ده سؤالي ليك، هل انت معلوماتك ان في مشكله حصلت ولا؟ انا سالت قالوا لا. يعني انا سالت كذا حد من لعيبه الاهلي اللي هم الدوري. سيبك من المنطق يعني، عشان المنطق انا سالت قالوا ده ما حصلش. يعني انا مش عايز انفي او مش عايز مثلا اكذب المعلومه، لكن انا سالت كصحفي في المعلومه اتقال لي ان ده ما حصلش. هايل.